إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد الكلام وها أي نقاطنا أمك كلام يدعو الله سمعنا التدريب الأول وي وليلسك كوباد تبادل السؤال والجواب مع زملائك وحد سوي دارستان ويديني ورعلين أدي صاحب بذابوير طاء واحد قيبت هرتك ألف هو طاء واحد أردك كوباد وحوري ما رقم بيتك شقتك ومحي أن نمبرك قريقاك أما شقة أدقنت هاي رقم كيدا نمبرك كوقرني ومحي نمبرهاي ليدا دايتني وحوري سبعة وحوي نمبرك تضباد وي دايتني بهدين ما رقم بيتك شقتك قريقا أدقنت هاي أما هذا شقة أدقنت هاي waxaa u dhaxaysa xariiq labada mid uun ka degantahay waa imisa nambarkiisu da talaata ardayga saddexaad wuxuu leeyahay khamsa waa shan ta arbaca ama khamsa ama sita ama sabca ama tamaaniya wuu istaba dhigay markaa arday sheekaysanaysa weeye ardaygii afraad iyo kii shanaad iyo kii lixaad iyo kii toddobaad iyo kii sideedaad baa waxay yidhaahdeen wuxuu yidhi mid waa talaata waa saddex midna wuxuu yidhi arbaca waa afar nambarkeegu midna wuxuu yidhi shan sita waa lix midna wuxuu yidhi ثمانية وسديد كيف النوع حوري وسبعة ونصوص شقني ثمانية أمريكا لو بودي سبعة نكى ورايدي ثمانية وسديد تسعة كستقالات من نوع حوري عشرة وطبعا نمبر كيو بقى غيبت لو ضحوا دا واحد بالي أسكن في حي الجامعة أنا وح دقينا هاي حافظة جامعة دخو طال أين تسكن أدوها الكهيد دقنت هاي تا واحد بقى وحوري أسكن في حي المدار أنا واحد دقيني حافظ المدار كويال أين تسكن أذوها الكاد دقين تابي سنين مركا أرض والي بقى ورئيسان يا أرض كلي وح لكن ويال أنقودهان يذكر كل طالب أرض والي حشيقي الحي الذي يسكن فيه حافظه دقيه التدريب الثاني تدريب كالباد حوي تبادل الحوار مع زميلك اسوي دارسدا وضع الشاكيسي أدي صاحب كا كما في المثال ستصالحان كقرن او كلا اشيكي استبولين تصالح واحد كقرن المثال طا واحد وحول اين اريد واحد دونيا مشاهدة الشقتي انا انشقضة اما انت اسكو فردق ايه قوريقا الى صدح قول اما افر قول ايه حاسو كلا اسكو حرد انا اما اللبا ايه وحكسي بضن انا اركان دونيا دايت نوحول تفضل كالي هو بولي اما كالي هذه هي الشقة واطن شقضة ان كا كرينا يا مثلا مركا وحا قلقن كو قرن ثلاجة سرير مرآة فرن أريكة با مركا قرن انتا سالة قصمين يا مركا انتا ان لأقوم با استعمال ايسا اريد وحا دون ايا مشاهدة الثلاجة انا اركت قبو جسد اما ثلاجة تفضل هذه الثلاجة واتن ثلاجة دي اريد وحا دون ايا مشاهدة السرير انا سرير تاركو تفضل هذه هي السرير واتن سريرتي أريد واحد دوني مشاهدة المرآة إن أرك مرآية تفضل هذه هي المرآة وات المرآية دي يا كاريو أرك أريد مشاهدة الفرن واحد دوني مشينك وحلوك يا أمم موفرة إن أركو تفضل هذا هو الفرن واكن أريد واحد دوني مشاهدة الأريكة إن أركو فرديكا كراسي فرديكا تفضل هذه هي الأريكة واكن طاطم فرديكي التدريب الثالث كسدح ضحى ويتبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي دار سدى ويدين يور علين اديك يا صاحب كا اسوي دار سدى وتازوح ويان المثال واطاء واحد ماذا تريد بوجه سؤال بويدي محاد دون نساء طا اثنين اردك الى ضحى اريد ستارة وحن دون يده مركا ده هاسي وقول يا الله
وحين تهدى رحنك هو قرر أريكة فرنا سخانا سجادة مرآة ثلاجة سريرا ستارة ستارة انت أصدقى سبين إسا مركا انتا إن لك وحلو يهي ماذا تريد محال دون إسا أرضي الكوبات أرضي الكوبات أريد أريكة وحن دوني أفضل وحسو آلك لو الدنيا ماذا تريد محال دون إسا أريد فرنا بان دون إيا موافو ومشينك عمتد الله كريو ماذا حرنا إيا ماذا تريد أريد سخانا هي تربان دولي بيها كوليرية أي أرني ماذا تريد سوري أريد سخانا بان دوني سجادة تنبالك أكو قرن ماذا تريد بالأرني محاد دوني سا أريد سجادة روب بان دوني ماذا تريد أريد مرآة وحن دوني مرايد ماذا تريد أريد ثلاجة وحن دوني ثلاجة سرير ماذا تريد محاد دوني سا أريد سرير بان دوني انت هكذا مبور التدريب الرابع ليس كافرادو حوي هاتي جملا جملة السماية جملة لكاري كما في المثال ستصارها كقرن المثال تصارها وحوي أن كوباد أردق يوحي لكوباد تصارها لكوباد وحوي أسكن في حي الجامعة وحن دقنها أنغو حافظة جامعة خطال أسكن أردق لباد نوحي لأسكن في شقة جميلة أما إسرائيسة يوحي لي وحن دقنها شقة قرح بدن ودور قلعة وحدنا الشقة في الدور الخامس وعقوطة على عمارتها أما فوقها دورك أما طبقة شناد هذا بوحي لي مرافراتنا الشقة خمس غرف وحكا كوبانت الشقة شن مخسن أما شن قل إما ثلاثة حقوق الدور الرابع غرف الدور الثالث غرف الدور السادس غرف يعني ست غرف ثلاث غرف أربع غرف الدور السابع سبع غرف إنسان صوكلم وعلى منكرا انت هاي لك بلغة سمنكرية أسكن في حي الجامعة أيان دقنها مكا الدور كن بأي مكالب الدلية أسكن في واحد دقنها الشقة أسكن واحد دقنها في حي الجامعة بان دقنها مركا أسكن في حي المدار بان دقنها وضرن كرتها أسكن في شقة جميلة بان دقنها الشقة وحكوتها لا في الدور الرابع مركا في الشقة أربع غرف باكويا لا أفر قل وأفر تنوين نغون كرتها أسكن واحد دقنها في حي الجامعة أيان دقنها أسكن في شقة جميلة بان دقنها من قروح بدن الشقة في الدور الثالث وحكوتها لا طبقة صدحات في الشقة ثلاث غرف صدح قول بيك كوبانت أسكن واحد دقنا في حي الجامعة حي المدار بان دقنا أسكن في شقة جميلة وعند دقنا شقة قروح بطن الشقة وحكوت على في الدوري السادس طبقة لحاد في الشقة ست غرف وعند كوبانت هاي اللي حقول أسكن واحد دقنا في حي المدار يعني دقنا أسكن في شقة جميلة بان دقنا الشقة وحكوت على في الدوري السابع طبقة الضباط في الشقة وحكوية على سبع غرف تضبق قل أما لح تضبق مقسم بكسر ما يسنتها التدريب الخامس وهو الليل كسنة تبادل الحوار مع زميلك يسوي سدى وضع الشاكيسي يوح يسوي الدين هذا صاحبك كما في المثال المثال ست صارهم قرن وخلق أسميه دا واحد أرض يكتدوح يريد شقة واحد دونية شقة أما قرال آن كريستو من فضلك واد مهاتن تهي طايتني وحوج لدينا شقة جميلة وحنو هينا قرال قروح بضن بانو هينا دا واحد بايل أريد مشاهدة الشقة وحن دوني يعنى شقة إسكا أركو طايتني وحوج هذه هي الشقة واتن أما قرال كأنو هينا كون ويا دا واحد أيا وحوج هذه شقة جميلة تاني وحوي وقرال قروح بضن مركز ثلاجة أريكة سجادة ستارة مرآة انتان انتاس وقلق السمين وغنى أردق كوباد أريد ثلاجة من دونية من فضلك وغنها سنتها كلابو غنى لدينا ثلاجة جميلة وغنها إن ثلاجة غروح بضن ورسود بأن أردنا أريد وحن دونية مشاهدة الثلاجة إنا نركو وغنى أردق الله هذه هي الثلاجة واتن ثلاجة دي وصورني أرضي قهدنا هذه ثلاجة جميلة ومد غروح بدنا ونكس أريكة وانتان لك أريد أريكة
waxaan doonayaa min fadliga waad mahadsantahay inaan fadhi aan iibsado maalan oo soornayaa ladaynaa ariikantun jamiila waxaanu haynaa fadhi aad u qurux badan wuxuu oranayaa dabeedna uriiddu waxaan doonayaa mushahadatal ariika inaan fadhiga arko soornayaa haadihiya al ariikatu waa tan soornayaa haadihi ariikatun jamiila ala ilaah waa fadhi qurux badan buu oranaya sajaadatuna waa saasoo kale wuxuu le uriiddu waxaan doonayaa sajaadatan roog roog buu iibsanaya min fadlika waad mahadsan tahay soo oranayaa ladaynaa sajaadatun jamiila roog qurux badan baanu hayna wuxuu oranayaa uriiddu mushahadata sajaada inaan arkaan doonayaa rooga wuxuu oranayaa haadihi hiya assajaada waa kan roogu wuxuu oranayaa haadihi sajaadatun jamiila waa intaan leegun sitaarna waa lamid uriiddu sitaarata maan doonayaa daah inaan iibsan min fadlika waad mahadsan tahay ladaynaa sitaaratun jamiilatun waxaanu haynaa daah qurux badan uriiddu waxaan doonayaa mushaahadata sitaara inaan arka daaha haadihi sitaara waa kan daahi wuxuu leeyahy isaguna haadihi sitaaratun jamiila waa daah qurux badan miraatuna waa intaa in leeg markuu leeyahy samee saasoo kale u dhig buu ku leeyahy sa tusaalahan uriiddu waxaan doonayaa miraatan min fadlika waad mahadsan tahay wuxuu leeyahy kii kalena ladaynaa miraatun jamiila waxaanu haynaa muraayad qurux badan rasuul leeyahay kii labaad mar kale kii koowaad uriidu mushaahadata almir'aati waxaan doonaa arko muraayada wuxuu odhanayaa haadihi hiya almir'aatu waa tan muraayadii wuxuu odhanayaa isaguna haadihi mir'aatun jamiila waa muraayad qurux badan atadriibu saadis haddaba tadriibka lixaad ajib cala alasalati alaatiyati su-aalahanka jawaab iminka su-aal baa lagu weydiinaya dabeedna jawaab baad ka bixinaysaa ayna taskun halkee degan tahay askunu fii xayi almadaar waxaan degan tahay xaafadda madaar ku yaal hal taskunu fii shaqatin ma waxaad degan tahay qolal dhowra wuxuu odhanayaa nacam askunu fii shaqatin baan deganahay ama wuxuu odhanayaa laa askunu fii beytin guri baan deganahay waxaa dabeedna odhanaya hal taskunu fii beytin ma guri baad degan tahay nacam askunu fii beytin baan deganahay ama laa askunu fii shaqatin baan deganahay maa raqmu beytik gurigaaga nambarkiisu waa maxay marka hadda ama waaxid iyo tiniin talaata arbaca khamsa waa doonta waataa nambarka kuu qoran yahay yaad odhan kartaa kam gurfatan fii beytik imisaa ku yaala qol waxaa iyadana aad odhan kartaa aad ka sheegi kartaa dee halaatu qurafin arbacu qurafin waad odhan kartaa kam gurfatan fii shaqatika imisa qol baa ku yaala shaqada aad degan tahay halaatu shaq waad odhan kartaa shuqaqin waad odhan kartaa fii ayi dawrin ashaqatu shaqada aad degan tahay dowrkee bay tahay fi dowr raabic waad odhan kartaa ama saadis ama saabic iyo kalba kaa doonto imika alqiraa'atu walkitaabatu imika weeye waa akhris iyo qoraal atadriibu alawal ka koowaad waxa weeye undur eeg wastamic dhegayso waqra akhri dabeedna waa beytun guri shaqatun qolal dhowr ah gurfatun hal qol xamaamun xamaamka maalan lagu maydho madbakhun meesha wax lagu kariyo dowrun waxa weyaan dabaq ka mida fooq qaybta dabaqyada mid ka mida sariirun waa sariirta lagu saa sitaaratun waa daaha ariikatun waa fadhiga lagu fadhiisto sajaadatun waa rogaga la goglo gurfatu noomin waa qolka hurdada gurfatu juluusin waa qolka fadhiga dabeedna taa wuxuu ku yidhi aqri oo horta eeg oo dabeedna dhegayso cajalada dabeedna aqri oo iyadoo aad ku toobanaysan akhriska atadriibu thaani kalabaad waxa weeye sil bayna alkalimatayn almutamaahilatayn kelmadahan waxaa jira qaar isku mid ah waa toban eray waa toban kelmadood ama waan ilaayn ilaa sideed weeyaan sideedaa iyo sideedan kale mid walba waxaa ku jira labada dhinac midka kale lamid ah halkaa nambarka sideedda laa baa ku qoran haadanna laa baa ku qoran hal xariiq buu isugu xidhay waa tusaale mid waliba midkiisa haddaba adna xariiq ugu xidh mid waliba midkiikiisa kale xagga kaleu ku yaalaayo atadriibu thaalitka saddexaad waxa weye undur eeg wastamic dhegayso waqra dabeed aqri askunu fii beytin guri baan deganahay askunu fii shaqatin waxaan deganahay dhowr qol fii shaqati thalaathu qurafin waxaa ku yaala qolalka saddex qol baa ku yaala ashaqatu fi dowri alawal waxay ku taallaa shaqadu dabaqa koobaad uriidu mushaahadat alasaas alaabta inaan arkaan doonaya sida kuraasidaa iyo waxaa lamidka miisaska iyaba asaas ah uriidu mushaahadat almadbakh waxaan doonayaa inaan meesha wax lagu kariyo arko kuwaas waa akhris iyo dhegaysi iyo eegitaan indhaha lagu eego atadiibu raabic
انظر واستمع وقرأ ايق او دغيسو او دبدنا اخري احمد يسكن و خدغن في شقه دور قلب دغي هي او جميله قروح بدن الشقه قولكاسي في حي المدار بكو يالان حافظ المدارك الشقه قولكاسي في الدور الثالث وحا كو يالان طبقه صدحات كمد عماره اما فوق في الشقه خمس غرف شقه وحا كوبنتهي شن قول في غرفه النوم قولك هردد وحا يال سرير با يالا في غرفه الجلوس تفضغنا اريكتون وحا تالا كراسي فضغ في المطبخ فرن مطبخنا ميشينك وحا لو كريا يالا في الحمام ميش لو ميدنا مرآه وحا تالا مراد لا اسكو ايغو اجيبي مكانك جواب سؤالهن هل يسكن احمد في شقه ما و خو دغن يحي ميل شقه قول نعم يسكن في شقه اما لا يسكن بل يسكن و خو دغن يحي محي في بيت هل يسكن في حي المدار ما و خو دغن يحي حافظ المدار نعم يسكن في حي المدار و هدو دغن يحي اما لا يسكن في حي الجامعه يو دغن يحي هل الشقه في الدور الخامس و خو كو تالا قولك و دغن يحي طبقه سند نعم هي في الدور الخامس وهذه نعم الشقه في الدور الخامس وحكو تعالى كسرات اما لا الشقه في الدور الرابع وكله هدانا كولين كم غرفه في الشقه ام سقل با كيال شقته وهران كرا في الشقه خمس غرف با كيال ثلاث غرف با كيال كل بنت اي تهي اين الفرن سؤال الكيال ماشين كان عنتو لو كريو ام موفدا الفرن في المطبخ ويالا اين المراه مراد هل كي تالا المراه في الحمام حمام كي تالا اين السرير سرير هل كي تالا السرير في غرفه النوم وحي تالا قولك هردده حدنا اين الاريكه بو كوري كراسه فدغ هل كي تالا الاريكه في غرفه الجلوس اي تالا ميد ولبه هل كيدي ايا دغيسا ثانيا الكتاب ام كحنو قادنينا وا قرال عرب واسو بندق الف ي ج ي ح ي خ حروف تاسا لقريا ميش كجيرتا marka maxaa u horeysa jamilatu ba horeysa oo amartay alif waa qaybta koobaad iyadu jamila oo markii hore waka jimki waa bilow sajadatu jamilatu mid qurux badan sajadatu roogi dhaxdu ku jira sirajun waa faynuska ama laamada jimku u dambeeyay kolba meel buu gelinaya mar balan sa loo qoray waka ku tusay hayun waa xafad alhamd ilaaha baa mahalle iyo sabaxun arurtiya imika haadu hayun waa bilow alhamdulillah dhaxday ku jirta asha ka horeysa sabaxun oo dambaysa khamsun waa shan waa markii khaad u horeyso saxaan waa kabiyaha kuleeliya waa dhaxday ku jirta in saxna waa qor oo khaad uu dambaysa marka mid walba wuxuu ku baraya xaraf walba marka loo baro xurufta ku jira wali saddexda qaybood mar uu bilow yahay iyo mar uu dhaxda ku jiro iyo mar uu dambeeyo sida loo qoro dadnu wuxuu leeyahay atadribul awwal qoraalkana lagu toobarayaa tadriibka koowaad waxa weeye mur rabbi qalamayka cala harf ku dul feega arimka wa taamid walba ku qoran dadna si farta kuugu fadhiisato ku dul qor hadana atadribu thani layska labaad insakh gaar imka adigu qor meelaha banaann mid walba saddex meelood baa lagu baneeyay ku qoriyado oo aan isku dul feegaarin atadrib athalis layska saddexaad waxa weeye mur rabbi qalamayka cala kalima imma kalmad weeye markii hore hal xaraf baa gaar lagu baray imkan soo kalmad ku jira lagu baraya kelmada marka wada dul mariyo ku dul feegaar jamilatun wa mid qurux badan kelmadaha ku dul qor sajadatun wa roogiy ku dul qoro ku dul feegaar kelmada kelmad dhameystiran weey sirajun imkan ku dul feegaar kelmadaha hayun kelmadaha ku dul feegaar atadribu raabi' ka afraad waxa insa qor jamila gaar qor saddex meelood banaann kelmadad ku feegaar sama ahayd gaar qor sajadatun roogana qor isagana saddex goor ku cali sirajun saddex goor ku cali حيونا صدح غور كعلي عرب با غيب طلبات وعين يغيب با مكلنا بريا قرا الكودي مركا عليكم ودشين معلمة ومعلمة وحبرت ذلك سبع دوا تضبا دموع والمها المدى صوتها غرف وقللك الغرفة وقلفك قلك كليا سبغ مثلا واحد نقطة رنشي وكلا نقطة waxay noqotaa wixii wax la mariy had iyo goor rinjiga si rinjigo kale ee midabna leh faraaguna waa meel maran hadaba calaykum waa caynka bilow waa muallimatu waa isagoo dhaxda ku jira sabcuna waa isagoo u dambeeya dumuucun
waxa weeye calaykum mucallimatun sabcun dumuucun gurafun oo afar buu ka dhigay gurafunna waa isagoo bilowa alqurfatuna waa isagiio dhexda ku jira sabqun sibqun waa isagoo u dambeeya faraaqunna waa qeynka u dambeeya si ugu bixiyo unin un bay noqota un marka atadriib alwaaxid mur biqalamika cala alxarfi xarafka dul mariya ku dul qora ku dul feegaar wakaalkaa ku qoran dabeedna sidaa mid walba ugu dul qor atadriib athaani ka labaadna waxa weeye insakh gaar u qoro iminka waxaad ku dul qoraysaa ma jirto atadriib thaalith mura biqalamika cala alkalima iminkana kelmadda oo dhan ku dul feegaar calaykum mucallimatun mid walba kelmadda ku dul feegaar faraaqun ku dul feegaar gurafun ku dul feegaar atadriibu raabic insakh iminkana kelmadda qor waxaad ka eegataa ma jiro alwaxdatu raabica haddaba waxaynu qaadanaynaa qaybtii afraad oo ah yacni chabtar bilowa iyadoo ah alxayaatu lyowmiya waxay ka hadlaysaa nolol maalmeedka waxyaabaha la qabto iyo waxaa ayay ka hadlaysaa alxayaatu lyowmiya nolol maalmeedka alcarbu horta soo bandhigid weeye alxiwaaru lawal waa wada sheekaysiga koowaad undur eeg wastamic dhegayso waqra dabeedna waacid ku celi oo dabeedna akhri taariq nin kale ilaa wuxuu yidhi mataa tastayqidu goor maa toostaa taahir baa yidhi astayqidu cinda alfajri marka waagu baryaan toosaa taahir baa haddana yidhi taariq baa yidhi ayna tusalli alfajra halkeed salaada subax ku tukataa taahir wuxuu yidhi usalli alfajra waxaan salaada subax ku tukadaa fi lmasjidi masaajidka taariq wuxuu yidhi hal tanaamu bacda salaati salaada marka laga baxa miyaad seexataa taahir wuxuu yihi laa ma seexdo laa anaamu bacda salaati salaada kadib ma seexdo taariq wuxuu yihi maada tafcalu bacda salaad salaada kadib maxaad samaysaa taahir wuxuu yihi aqra alqur'aan qur'aankaan akhristaa taariq baa wuxuu yihi wamataa tadhabu ila almadrasati goormaad madrasada tagtaa taahir wuxuu yihi adhabu asaacata asaabica saacaddu markay toddobada tahay aroornimo ayaan tagaa taariq baa yihi hal tadhabu bisayaar ma baabuur baad raacdaa ood ku tagtaa madrasada taahir wuxuu yihi laa maya adhabu bilxaafila bas baan ku tagaa sayaara waa baabuurtan yareer ee tagaasida oo kale iyo kuwaas la dhahaa sayaar xaafilana waa baska mee bas baan raacaa buu yihi baabuur yaroo gaara kuma tagoon anigu wate ta ardaydu raacda ee kay raacda ee baskaa baan ku tagaa buu yihi marka eeg waana diiniyan mar walba tadriib diiniyaa ku jira buu ku yihi dadka cilmiga baa lagu tababaraya qaabkaad u noolan lahayd cibaadada saad u xafidi lahayd qur-aanka akhriskiisii nidaamkii iyo qorshihii inaad bacda salaad seexanin subax aad seexan macno kale oo diini ah oo dacwad ah ayuu xambaarsan yahay waxaan laga hadlay tarbiya diiniyana way la socotaa alxiwaaru thaani wada sheekaysiga labaad undur eeg wastamic dhagayso waacid ku celi al-um hooyad waxay tidhi haadaa yowmu lcudla kani waa maalintii fasaxa maanta waa fasax iskuulladii iyo goobihii waxbarashadu alaabu aabi wuxuu yihi haadaa yowmu lcamal haddaba kani waa maalin shaqo yacni waa maalin shaqo alaabu aabi waanu shaqaynaa wuli haddaynaa iskuulkii la tegayn waanu shaqaynaynaa alaabu aabi wuxuu yihi maadaa satafcalu yaa taaha taahow aduu maanta maxaad qaban ood ka shaqayn waa caruurtiisii taaha wuxuu yihi saaknusu qurfata aljuluus waxaan anigu xaadhayaa qolka fadhiga alumhoy waxay tii wamaadaa satafcalina yaa faatima aduna faatima maxaad qaban doontaa maanta iskuulkiiyo lama tegayo madrasadiiyo faatimat waxaa tii saaknusu qurfata nawm anigu waxaan xaadhayaa qolka hurdada alumu hooyad waxay tidhi wamaadaa satafcalu yaa axmed adna axmedoo maxaad qabanaysaa axmed wuxuu yihi saaqsilu almalaabis anuu dharkaan maanta maydhayaa alumu hooyad waxay tidhi wamaadaa satafcalina yaa latiifa inanteedii baa ku tidhi latiifa adna maxaad qaban latiifatu waxay tidhi saaqwi waxaan kaaweydeyn doonaa anugu almalaabisa dharka marka la maydhaan kaaweydeynaya anugu aljadatu ayeydii baa tidhi ana aniguna saaqsilu waxaan maydhayaa alatbaaqa ana bileydhada anigaa bileydhada cuntada maydhaya aljaddu wuxuu yihi wa ana saaqra lqur'aan ana qur-aankaan akhriyayaayo wardigaan haynayaa oo barakada guriga inaana qur-aan ku akhriyaa ana bilaa camal noqon maayo marka eeg wuxuu tilmaamayaa inuu horta nadaafadda la ilaaliyo waa qodob waxaa kaloo tilmaamayaa in qof waliba shaqeeyo rag iyo dumarba camal la yeesho waxaa kaloo tilmaamaya in qorshe la samaysto iyo balaan oo qof waliba shaqadu qabanayo la garanayo alxiwaaru thaalith wada sheekaysiga saddexaad waxa weeye undur eeg wastamic dhagayso waacid ku celi dabeedna
عادل بقى وحول متى تستيقظ يوم العطلة وحول قور ما توصى مالين تفسح فايس اللي كان وحول أستيقظ مبكرا وحن توصى وقت روان كلها فسح بها النقطه لأن فايس البقى ومتى تستيقظ أنت أدو قرده أدو قور ما توصى بول عادل وحول أستيقظ متأخرا أنو قور دمان توصى مالين تفسح فايس الوحول ماذا تفعل في الصباح أرورتي محاد قبطها بو فايس الليل عادل وحول أشاهد التلفاز أنو تي وحن داودا تي فيقة ولا تفعل أنت أضم حاط قبطها دارت هاي فيصل فيصل يقول أقرأ صحيفة أنا وحنا خرستا شرائدك أو كتابا أما كتابا أنا خرستا يعني علمي أقوانا عادل بايل أين تصلي الجمعة جمعة لقيت ثلاثة جمعة كنت كتها فيصل يقول أصلي الجمعة جمعة وحنا كنت كذا في المسجد الكبير مساجد كوين فيصل يقول وين تصلي أنت أضم لقيت كنت كتها هذا عادل تهاي عادل يقول أصلي في المسجد الكبير بان كنت كذا أيضا سيد أوكره أنا أقول أنا كنت كذا مركز توحى كتيرة واحد تربية كاملة وصلاة إلى أنت مساجدك إسلام مركز توسيتانك واحد قبل أنتم بوي كتيران المفردات واحد نهار تسوق على أن أريد إنه كتيرة عصب وككو بين تهاي مارتي حوارات كتيرة العرض صوب بندقي انظر إيه واستمع ودقيسو واعد كعلي ينام وهرداء يستيقظ توسيا يذهب تجيا يكنس حاليا يغسل ميريا يكوي كاويدينيا يشاهد طاونيا كبير وينيحي كتاب وكتابك وحلقه صحيفة وتريددة هي مارتي شرائدك تلفاز تيفيك مدرسة مدرسة يسكول وحلقه برطو سيارة وبابور كاير تقاسيد يوحي لمدك حافلة وبسك وين ملابس ومريها أطباق وبليد هذا عن تذا الصباح أرورتي الفجر وبرجة ساعة زمنية بين قوسين ساعة وقت ترسة صلاة وتكش مبكرا مثل كلها هي متأخرا مثل بصامي عمل شق عضلة شق الآن فصح ما أنت فصح ويا وفص شق ذي وحبر صدق وقلا فصح لقيه أمتي شق ذي دولة دب وفصح هذا لا أنت هالصوئري وح كتران وينقع عصبي حوارات كاسة دحاء رياضة عصبة كتيرة هذا التدريب الأول وحنقارن هنا ليلة الكوبات سل واحد حريصا بين كل صورتين لباس صور أو كستة وبينهما علاقة حريركة حيو يغسل أرجع ما حقول يغسل كتاب حافلة الصباح ينام أنت هذا كاسة قرنتها وحوي وشن أري هكذا نوحك قول الشنكة صحيفة الفجو يستيقظ يكوي سيارة اسكومي ديما كماها حريد باك دي حيبو كور يغسل محا حريد لاري يكوي باد قادة نيسا مارك الشيغة لما يرسو لما كاوي دي كجب تاسا حريد وقودو كتاب حبالو قرى محا حريد وقودو صحيفة جريدة وقودو حافلة محا حريد وقودو سيارة با وقودو وطاقسيقا الصباح محا وقودو الفجر هو برقة أرورتي محاوقده وبرق ينام محاوقده يستيقظ أي أقوده مركا كو أقوده صايص وحد مع أنه حرير كده حي حرير التدريب الثاني تدريب كلابات وحوي سل واحد حرير ساء بين الكلمة أريق هل كان كقرن وصورة المناسبة يسور رضا هبون كأسر هي ألف هو كتاب كلاباتنا وحوي وبقو وحوي والتلفاز كي هذا ما هو مدرسة تنبأ كقرن يلا نمبر كوبا لسي مدرسة نمبر كوبا لسي ما هي نقول إذا دال كويان نمبر كلام اثنين كو أطباق ويان وهذا وصور هذا يسلا دونك كلمة تلفاز ونمبر كان بعض ويان كتاب ونمبر كألف كويالو ملابس وحويان كقرن هي جيمك سدا سوق جيبولية مفردات إضافية هم جو حنو قادنا هنا رأيو دراسة وأن كشرين خو أنو صامرني العرض واصوبن لك رأيدي بحكم لو صوبن لجيا انظر إيه واستمع دقيسو وأعد كعلي محا رأيدا عصبيهن الأول ككوبات الثاني كلبات الثالث كصدحات الرابع كأفراد الخامس كسنات انتنا لو قوتها بريا هدنا التدريب الاول رتب الاعداد
ereyadan habe halka maxaa ku qoran الرابع كأفراد الأول ككوباد الثالث كصدحات الخامس كسناد الثاني كلباد ويس ويدارسين ما كتراهان لإيجيو هل كانوا دبنا خاصته كو قري الأول كبل وحبضة صو قري حبضة هذيل قري أفرت كله سيس وحجان وجو خاص قر ومعه جو حجة الثاني الثالث الرابع الخامس سأقرب كلي التدريب الثاني وحوي ليرس كلباد سل بين العدد والكتابة وكتابته إما كنا واحد حاجة سأقول ترى ذا إيو قراء الكيسة أو ترى ذا مرة نمبر أهم بالله أخريا الله قراء مرة حروف أهم بالله قراء مرة قرآن حاقر الرابع كأفراد الأول ككوبات الثالث كصدحات الخامس كسنات الثاني كلبات هكذا محاكو قرآن خمسة أربعة واحد اثنين ثلاثة إسكوما هبا يسنو وضع الكيسة ميدول بكيس ونكو هجاتي بكلي ميدول بكيس ونكو هجاتي التدريب الثالث كانوا حوية ليلة كصدحات اقرا الاعداد الترتيبيه واحد اخذ تروينكا ترتيبك يا هبيسن اخري امك تني ما ها ترتيبي ثلاثه بو قري او ثلاثه خمسه او شنه با كو خغتا كوبا كسي دميسه واحده اربعه كسي دميسه اثنين انت واحد اخذ واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه وانت هسه سيدو نظامسن اخري يدو نظامسن بي قرنت هاي او سو دحداتن التدريب الرابع سلبين العدد والصورة المناسبة. إما كوه حس كوه دا. كردا إيو صور كوه هبون. وادرك تا كا أوه رأيي. وها كوه قرن نمبر واحد نمبر اثنين. وها كوه حمل كه رقم ثلاثة. رقم أربعة رقم خمسة أيا كوه قرن. هكذا نما ها قرن يدو قرارة. الثاني الخامس الأول الرابع الثالث. هذا بمدول بكيسة أون كوه حديري. اسمه توصنه. مدول بكيسة كوه حديري. التراكيب النحوية. وجملة حق النحو أهان. لقفة إذا سنكره كواننا التدريب الأول تبادل السؤال والجواب مع زميلك يسوي دارسد ويدين يور علين أدي صاحبك كما في المثال ستصالهم كقرن المثال تصاله وحوي طا واحد أردي لكم وضحولي متى تذهب إلى المدرسة كور ما تكتام مدرسد طا اثنين أردي لباد بايلي أذهب الساعة السابعة وحنتقى ساعة التضباط ayaan taga marka laga tagay ereyada la adeegsanayo wax la isku weydiinayo wuxuu mar walba ku qoraya labada erey ee la isticmaalo jumladu ka sameysan tahay waa madrasiyada saabica madrasadii iyo saacada ee muxuu ahaa toddobaad marka albayt baa imkan halka ku qoraya alwaahida intaas ku qoran waxa loo doonaysa mata tadhhabu ila albayt goor ma guriga tagtaa adhhabu waxaan taga as-saa'a alwaahida saacada waxaan taga كودان تجا. واحد كقول هذا أنا الطبيب الثانية متى تذهب إلى الطبيب؟ كور ما دوتي سعر اخترك. أذهب الساعة الثانية ساعة ضمك اللبضة هيبان نتجي. يعني لبضة الظهر نمو. المسجد الثالثة متى تذهب إلى المسجد؟ كور ما مسالك تجي سعر. أذهب الساعة الثالثة عن مسالك تجي مركز ساعة وصدح حد هاي قلب نمو. المهندس متى تذهب إلى المهندس؟ قرب الإنجنيير كوتيسا. أذهب الساعة الرابعة. وحنتجى ساعة أفرت قرب نمو. مثلاً متى تذهب إلى الشقة؟ قرب ما تجيسا قل الكاجي. أذهب الساعة الخامسة. ساعة مركز سنت طهيب. متى تذهب إلى العم؟ قرب ما تجيسا أذيركا. أذهب الساعة السادسة. ساعة مركز لحد طهيب. التدريب الثاني. تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال واحد اسوي دارستان ويدين يور علين هذه صاحبك كما في المثال ستصالها لقوسي الرع المثال تصالوا حوية طاء واحد أين تصلي الفجر هل قلت هذا سبحانه كنت كتا طاء اثنين أردق لي وضوحوا لي أصلي الفجر في المسجد مسجد كان كنت كذا هل كأقل بوحو كوقري أنت أريد جملة ينكسم يسيه ويصلي الفجر إلى المسجد أريد أيك كوبنتي ووين هذا ما هو قرآن يقرأ القرآن المصلى يشاهد التلفاز الغرفة يتوضأ الحمام واحد القرآن كرا مركا أين محمد صور محمد في المصلى يقرأ القرآن محمد هو كتير مولع القرآن كان هو أخرية وهذا
وحضر يشاهد التلفاز الغرفة أخرى. أين أحمد؟ أحمد في الغرفة، غرفته كتير قالك يشاهد التلفاز وهو ضاون يأتي فيها يتوضأ أخرى يتوضأ يرحم أبا كقر. أين علي؟ علي في الحمام يتوضأ. علي وحو كتير حمامك وانو ويسي سنيا وحمرك يغسل الأطباق المطبخ أخرى. أين فاطمة؟ هرقي فاطمة شوكتها فاطمة في الحمام في المطبخ مطبخ كشرته تغسل الأطباق وحي ميسا بليددي. أين سعد؟ هل كو سعد شوكا؟ سعد في غرفة النوم أي كشرة ينام وهردا وحلو لنكرا يغسل الملابس الحمام كوقرا. مثلا أين محمود؟ حقول شوكا محمود، محمود في الحمام يلبس يغسل الملابس حمام كوشر ركب وميريا. التدريب الثالث وحوي ليلسكا صدحات تبادل السؤال والجواب مع زميلك اسوي درسدا سؤال اي جواب اما ويديني ورعلين مع زميلك صاحب كاغا كما في المثالين سيدا كقرن لبدا تصالح. المثال الأول ككوبادو حوي تا واحد باري ماذا تفعل محاط سمينيسا محاط قباني سابور تا تنوح الأقرأ القرآن قرآن كما نخريا. المثال الثاني تسأل الله حوي تا واحد ماذا تفعلين قبري هم محاط سمينيسا تا تنين أرضي دي لبادو حيث الأقرأ القرآن قرآن كما نخريا. مركا محاكا كوبانت يقرأ القرآن يتقرأ القرآن لبدا أريبا ككوبانيه جملة دهني انت قلوا انت سؤالها يدلينيسي. هل كما حكو قرن يكنس الغرفة تشاهد التلفاز يقرأ الصحيفة يكوي يكنس الغرفة قول كبو حارية تشاهد واحد داوانيس التلفاز تي فيقة يقرأ الصحيفة تشاهد كبو أخرية يكوي الملابس بركبو كاويدينية تغسل الأطباق واحد ميرسة بلايددي يقرأ الكتاب كتاب أخرية. مركز سؤالات كسامين صح لنا يا مثلا ماذا يفعل أحمد؟ أحمد محوق قبنا يا يكنس الغرفة وحو حار يا قولك. ماذا تفعل فاطمة؟ فاطمة حي قبنا يا تشاهد التلفاز وحي داون يا تي فيها. ماذا يفعل محمد؟ محمد محوق قبنا يا يقرأ الصحيفة شريدد أخرية يا. ماذا يفعل علي؟ علي محو قبنيا يكوي الملابس تركو كاويدينيا. ماذا تفعل عائشة؟ عائشة محاي سمينيسا تغسل الأطباق وها أي ميسا صحونت أما بليد. ماذا يقرأ محمود؟ ماذا يفعل محمود محو سمينيا يقرأ الكتاب كتاب أخرية. مركز كواسو قلق سمي بولي. التدريب الرابع ليلسكا أفراد وحوية تبادل السؤال والجواب مع زميلك كما في المثال اسوي دار سيدا ويدين يور علينا أدية صاحبك سيدا كسوغا تصالحا لغسين يكرر تحرع. المثال تسأل وحوية طا واحد ماذا ستكنس محاد حالي سابا لغو طا يتنوحو سأكنس غرفة الجلوس وحن حالي قولك فدقة ما قرن يكنس غرفة الجلوس انت اسا انه قرن يغسل الملابس اركو ميريا يكوي الملابس اركو كاويدنيا يصلي الفجر وحتكنيا صلاة الصبح يقرا القران بو اقريا يشاهد التلفاز بو داونيا يغسل الاطباق بو ميريا. حدات كو سو قريتو حلو ونيا ماذا تغسل ما حد ميريسا هوني امركا اغسل الملابس مريحي بان ميريا. ماذا تكوي محاد كاويدينيسا أكوي الملابس أركان كاويديني. أين تسلي الفجر؟ هل قد كتكتا أسلي الفجر في المسجد بان كتكتا أكلي. ماذا تقرأ؟ محاد أقرأ أقرأ القرآن قرآن كان أقرأ. ماذا تشاهد؟ محاد داوانيسا أشاهد التلفاز تي في كان داواني. ماذا تغسل؟ محاد ميريسا أغسل الأطباق سحنونتا أمبلي لنا الميرية. ملخص التراكيب يمكن حوية تراكيب تي أو لصو أوروري أما لصو كوبي إن أنا كو قادنا هنا محل جسوا جملة يمكن صو مرة
marka la soo ururiyo ee la soo manguuriyo. Ka koowaad waxa weeyaan iqra aqri alqur'ana, qur'aanka aqri, aqra alqur'an, qur'aankana akhriya, aknusu alghurfata, waxaan meelaya, waxaan xaarayaa qolka, ushaahidu atilfaz baan daawanayaa, aqra as-sahifata, waxaan akhriya jariidada, aghsilu almalabis, arkaan meelaya. Taas waa qaybta koowaad. Qaybta labaadna waxa weeye siin ba halka inoo qoran saqra alqur'an, qur'aankan aqri doona wali ma bilaabin, saaknusu waxaan xaari doona alghurfata, qolkan xaari doona, sawshaahidu waxaan daawan doona atilfaz baan daawan doona, saqra as-sahifata jariidana akhri doona, saaghsilu almalabis maryahan mayri doona. Qaybta saddexaad waxa weeye maada tafcal, maxaad samaynaysaa, maada taknus, maxaad xaaraysaa, maada tushaahid, maxaad daawanaysaa, maada tafcaliin, gabadha maxaad samaynaysaa, maada taknusiin, maxaad xaaraysaa, maada tushaahidiin, maxaad daawanaysaa. Qaybta afraad waxa weeye maada sa, oo siinkana lagu daray, maada satafcal, maxaad qaban doontaa, maada sataknus, maxaad xaari doontaa, maada satushaahid, maxaad daawan doontaa, maada satafcaliin, maxaad samayn doontaa, maada satuknusiin, maxaad xaari doontaa, maada satushaahidiin, maxaad daawan doontaa. Eeg, sida kale waa isugu mid, marna waa mudakaro nin baa lala hadlayaa, marna waxaa lala hadlayaa gabadh. Mataa weeye qaybta sanaad? Mataa tadhab ila almadrasati, goor maa tegaysaa madrasada? Mataa tadhab ila albayti, goor maa tegaysaa guriga? Mataa tadhab ila altabiib, goor maa dakhtarka u tegaysaa? Mataa tadhab ila almasjid, goor maa masaajidka tegaysaa? Mataa tadhab ila almuhandisi, goor maa injineerka u tegaysaa? Mataa tadhab ila alcam, goor maa adeerka u tegaysaa? Qaybta lixaad waxa weeye adhaabu asaaca, oo lagaga jawaabayo kuwa hore, ilan goor maa u tegaysaa baa layidhi. Adhaabu asaaca alwaaxida, waxaan u tegayaa saacadda kowda markay tahay. Adhaabu asaaca thaaniya, waxaan u tegayaa saacaddu marka laba tahay. Adhaabu asaaca thaalitha, waxaan u tegayaa saacaddu markay saddexda tahay. Adhaabu asaaca alraabica, waxaan tegayaa saacaddu markay afarta tahay. Adhaabu asaaca alkhaamisa, waxaan tegayaa saacaddu markay shan tahay. Adhaabu asaaca asaadisa, waxaan tegayaa markay saacaddu lixda tahay. Ta toddobaad waxa weeye usalli alfajra, waxaan ku tukadaa salaada subax, waxaan ku tukadaa filmasjidi masaajidka. Aqra alqur'aan, qur'aanku waxaan ku akhriyaa fil musalla mawlac. Ushaahidu tilfaas, waxaan ku daawadaa TV-ga fil ghurfati, qolka. Aghsil adbaaq, waxaan ku maydhaa suxuunta ama bileedhada fil madbakh, meesha cuntada lagu kariyo. Aghsilu almalaabis, waxaan ku maydhaa dharka fil xamaam, xamaamkan dharka ku maydhaa. Tasdiyad waxa weeye ayna tusalli alfajr, halkeed ku tukataa salaada subax. Ayna taqra'u alqur'aan, halkeed qur'aanka ku akhridaa. Ayna taghsilu almalaabis, waa intii imika oo waa tii lagaga soo jawaabay. Waa intii laga soo jawaabay, intii laga soo jawaabay un weeyaan. Ayna taghsilu almalaabis, yacni masaabiix halkeed ku maydhaa waa tii fil xamaam bay ahayd. Ayna tusalli alfajr, halkeed ku tukataa fil musalla bay ahayd. Ayna taqra'u alqur'aan, halkeed ku akhridaa fil masjid bay ahayd, oo la odhan kara ama fil ghurfati, qolka waa jawaabihii hore un baa jawaab u ah. Wallahu aclam bisawaabi illahi tawfiq.